انطوني يا ابو عمراني. الو السلام عليكم. حياك الله ابو عمر، تفضل ابو عمر، شلونك؟ استاذ نجم شلونك؟ شلون صحتك؟ حياك الله، شنو موضوعك ابو عمر؟ والله استاذ انا بال 2015 انخطف اخويا هو بسيارته. اي بدات الاحداث هاي مال داعش. وراه بسنه انخطف الاخ. وراه بسنتين الناس انخطف الاخ، يعني ثلاثه راحوا لي. احمد انخطف هو وسيارته. بيا محافظه؟ 29/11/2015. بيا محافظه. وعامر هم بالدوزه اخذوه بال 2016. تعرف واثق مصطفى محمد هم اخويا الثالث. اي. اخذوا رعيان، 10 رعيان يعني رعاة مال بقى مال اغنام. اي اخذوهم ومكتوب على السيارة الماخذتهم بدر الجناح العسكري. اخذوهم يوم 31/3/2018. ومن ذاك اليوم لهاليوم ما نعرف مصيرهم شنو، بدري ميتين، ما ادري طيبين، بس نريد نعرف مصيرهم شنو، يعني اذا عندهم اي جرم خلي يقولوا لنا يا بهذا عندهم كذا مثل كذا قضية. لحد الآن ما مغيبين، لا نعرف مصيرهم لا أبد. يعني الله من يا سنة شايف عمره 80 سنة، يعني يوميا من الصبح للمغرب بس يفكر بيهم. من يا سنة هذا الكلام؟ قلت لك بال 2015 راح لنا واحد، وبال 2016 وبال 2018. زين الولد ايش كانوا يشتغلون؟ احمد استا بنا، يعني عامل استا مال البناء، وعامر لباخ، وواثق راعي مال الغنم. واثق مواليد 2001. زين انت تعتقد يعني وراعي مال الغنم ما حد يخطفه شو يسوي بيه؟ زين لا وبعدين ما خلا احكي لك اياها بالصريح. احكي لي بالصريح بس خلا خدمك. بين داقوق وبين بين بين الطوز صارت الدواعش مسوين سيطرة وهمية. أخذوا 8 من جماعة الشرطة الاتحادية، 8 أخذوا من جماعة الشرطة الاتحادية، وداعش بوقتها نزل بيهم، حتى طلع على القنوات التلفزيونية نزل بيهم فيديو وقتلهم ذولا 8. احنا وين ساكن؟ يعني احنا من هالجرونة من سليمان بيك. الشايب عنده غنم، راح وهو وجماعة الغنامة يعني البقية راحوا قريبين يعني على الناحية، يعني في سبيل هناك تعرف اكو زرع وهذا هناك على مود الغنم هناك تسرح بالزرع. فورا شهر تقريبا، ورا اكثر من شهر طلعت مداهمة، يعني شرطة اتحادية وطلعت جيش طلع وشرطة محلية. اي طلعوا والحشد الشعبي طلع. فمن طلعوا ذولا اخذوا 10 رعيان، يعني واحد من الرعيان الله وكيلك اخوه حرس وطني وقتلوه الدواعش واخذوه بمكانه. يعني هسه تبين يعني هسه اخوتك عند الدواعش؟ لا اخوي اخذوه مكتوب على السياره اللي اخذته، لان هم 11 راعي. اقول لك يعني هم اذا اخذوه هم 11 راعي، بس خلنا خدمك استاذ نجم. هم 11 راعي، اصغرهم اخوي همام شيف صغير، قال له ود الغنم انت وروح والباقي لا بالله ناخذهم كلهم. اخذوهم 10 رعيان، لحد الان ما نعرف مصيرهم شنو. زين والجهل اخذتهم. قلنا احنا حكينا ويا اخوي هذا همام جاب الغنم، الجهل اخذتهم، قال مكتوب على السياره بدر الجناح العسكري. زين هم هسه خلينا افكر وياك، بدر ياخذون لهم راعي شو يسوون بيه؟ والله استاذ احنا يعني حسبناها بصراحه هسه بالمنطق ياخذونه شو يسوون بيه مثلا؟ اما ياخذونه مثلا اكو جهات مثل هذا الولد اللي طلع قبل شويه ماخذين منه 23 دفتر، احد خابرك راد منك فلوس؟ لا بالله ما حد خابرنا. والله انا اشكرك، يعني تدرون هاي تساؤلات الناس بهاي القضايا يعني خطيرة جدا. هاي قضية المغيبين
مرة يقول لك هاي سيارة بدر، مرة يقول لك هاي سيارة الحكومة، مرة يقول لك هاي سيارة الاستخبارات، وهسه احنا ما نفهم حماها من رجلها. هذا المشهد يجب أن يتوقف، وهذه الناس يجب أن ينظر بقضاياها. هسه ذولا ثلاثة بال 2015 واحد، وبال 2016 واحد، وبال 2018 واحد. هسه ذولا لا هم قتلى، لا هم شهداء، لا هم إرهابيين، لا هم عدلين، لا هم ميتين. يعني هذا اللي أبوه قاعد يبكي عليه، واللي عده جهال، واللي عده مرته، من اللي ملزم يجب أن يقول هذا وين مصيره؟ هسه هو انهجم بيته، يجوز انكتلوا، بس ما يصير هاي القضية تبقى من غير معالجات. ما يصير هاي الناس تبقى هيك مهجومة بيوتها، ماتوا انكتلوا، سووا لهم شهادات وفاة، اعطوهم تقاعد، اعطوهم رواتب. هسه ما نقدر نعرف الشتال، بس والله يا عمي الكل تعرف الشتال، الكل تعرف الشتال، بس احسوا موضوعهم، شوفوا له حل، شوفوا له حل. ما يطلع لي واحد يخبن بالتلفزيون نطالب بالحقوق ونطالب بالحقوق والمغيبين والمهجرين، او تالي متالي من توصل للبرلمان ومن تاخذ المنصب طز بالاخرين، واحنا نظل النهار كله نعيط، حتى صوت ما ظل عندنا. هاي القضايا يا دولة يا كرام، يا سادة يا مسؤولين، هسه ما لازم المسؤولية، ما تحترمون المسؤولية، الضمير والحس الإنساني. هسه عائلة تنهجم ثلاث بيوت، ما يعرف شنو مصير ابنه، لا عنده قبر يزوره، لا عنده شهادة وفاة، لا عنده حقوق، المرة شرعا ضالة ما تعرف مصيرها، لا هي أرملة لا هي مطلقة. بشرفكم هذا المنظر موجود بيا دولة، بيا عصر، بيا زمان، بيا مكان، بيا مسؤول، بيا ضمير، بيا أخلاق، بيا قانون. وين موجود هذا النظام بالعالم كله؟ والنوب مقتول ابنه ويخاف، يخاف على البقية.